نظم حزب حماة الوطن في محافظة المنيا مؤتمرا انتخابيا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة. شارك في المؤتمر أهالي مدينة المنيا الذين أعربوا عن دعمهم الكامل للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكد أمين عام الحزب في محافظة المنيا هشام بشر أن حزب حماة الوطن يدعو بقوة الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن السيسي هو رجل المصر القوي الذي استطاع أن يحقق العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية. وخلال المؤتمر تم إطلاق حملة انتخابية لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت شعار مكملين مع السيسي. يوم 10 و11 و12 نودي العالم كله ان احنا واقفين خلف القياده السياسيه وبندعمه في مواقفه كلها، بندعمه في التنميه والاصلاح اللي عمله في الدوله، بندعمه في موقفه مع في قضيه الشعب الفلسطيني وعدم تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء. نعرض انجازات السيد الرئيس وبنقول للناس ان احنا خلف القياده بتاعتنا. كان دايما عنده مبدا ايد بتبني وايد بتحارب الارهاب، وهو قدر يبني وعمل مشاريع كتيره، وخاصه عندنا في المنيا هنا الصحراوي الشرقي والصحراوي الغربي، المليون ونص فدان، الملف الصحي، تجديد مستشفى الحميات، حاجات كلنا في الشارع شفناها. موجودين داخل محافظة المنيا في حشود كانت موجودة النهاردة، الناس سعيدة جدا وفرحانة، وخاصة بعد تصويت المصريين اللي في الخارج اللي أثبتوا بالفعل إن هم بيحبوا هذا الوطن. المؤتمر الثاني لبندر المنيا اللي بنأيد فيه دعمنا الكامل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكملة مسيرة العطاء الفترة القادمة بإذن الله. طبعا كلنا شفنا الإنجازات اللي كانت موجودة على أرض الواقع في كل المجالات.